السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبع قناة كاميرا العيادي. معكم في هذا الفيديو لرصد الوضعية الوبائية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الخاصة بأقاليم جهة درعتا فيلال ليومه 8 نوفمبر 2020 إلى حدود الساعة 6 مساء. الحالات المستبعدة منذ ظهور الوباء 94,035 حالة. الحالات المؤكدة منذ ظهور الوباء 10,885 حالة. حالات الشفاء 9,902 الحالات. الحالات قيد العلاج 753 حالة. حالات الوفيات 228 حالة. بالنسبة لتقسيم حالات اليوم على حسب الأقاليم، إقليم ميدلت 2,171 حالة، أي بزيادة 39 حالة في 24 ساعة الماضية. تشافت منها 2,007 الحالات، توفت منها 34 حالة. إقليم الرشيدية 4,054 حالة، أي بزيادة 30 حالة في 24 ساعة الماضية. تشافت منها 3,656 حالة، أي بزيادة 43 حالة شفاء في 24 ساعة الماضية. توفت منها 92 حالة، أي بزيادة حالة وفاة واحدة في 24 ساعة الماضية. إقليم تنغير 1,487 حالة، أي بزيادة 16 حالة في 24 ساعة الماضية. تشافت منها 1,299 حالة، أي بزيادة 18 حالة شفاء في 24 ساعة الماضية. توفت منها 29 حالة. إقليم ورزازات 2,161 حالة، أي بزيادة 10 الحالات في 24 ساعة الماضية. تشافت منها 2,026 حالة، أي بزيادة حالة شفاء واحدة في 24 ساعة الماضية. توفت منها 50 حالة، أي بزيادة حالة وفاة واحدة في 24 ساعة الماضية. إقليم زاكورة 1,012 حالة، أي بزيادة 14 حالة في 24 ساعة الماضية. تشافت منها 914 حالة، توفت منها 23 حالة. الله يرحم جميع موتى المسلمين.